عسلامتكم، مرحبا بكم واهلا بكم معنا في هذه الصبيحه. صبيحه جيناكم في برنامج ACM تيلي اشا باش نصبحوا عليكم باجهزه. هذه الاجهزه راكم رايحين تقدروا تشريوها بالتقسيط وتقدروا تشريوها بالكاش. اليوم جيناكم باجهزه من مختلف الانواع. عندنا دي بيترا، عندنا دي ماشين على لافي، عندنا دي ميكرون. راكم رايحين تشوفوا حاجات، والحاجه المهمه هي انه الاسعار ديالها راهي رايحه بزاف تعجبكم. لكن في بدايه كل برنامج ماذا بيا نذكركم بالشروط، نذكركم واش نقدروا نوفروا لكم، وكذلك نذكركم وشنو هما الحاجات اللي راهم فيهم تخفيضات، خاصه انه رانا في شهر سبتمبر ورانا عندنا تخفيضات الى غايه 20 من الشهر الجاري. اول حاجه اللي حنتكلم عليها هي انه عندنا موقعين. الموقع الاول اللي هو vianet.dz، هذا الموقع اللي تقدروا تشريو من عنده بالكاش، راهو راه داير لكم تخفيضات كما سبقت وقلت لكم من 30% الى غايه 50%، وراهي رايحه تبقى الى غايه 20 من الشهر الجاري، وراهو داير لكم 1400 منتوج لكم نتوما فيه هاد التخفيضات. وتحبوا تعيطوا لهم ولا تحبوا تستعلموا، ما عليكم الى دخول الى موقع vianet.dz، اما تخلوا الرقم ديالكم نتوما وهما راهم رايحين يعيطوا لكم ويقولوا لكم واش راهم عندهم منتوجات واش يقدروا يوفروا لكم، او تقدروا تتصلوا الارقام اللي ظهرت لكم اسفل الشاشه وراكم رايحين تلقاو كامل واش راكم تحوسوا. ثاني موقع اللي هو موقع www.taksit.dz، هذا الموقع اللي تقدروا تشريو من عنده بالتقسيط. نعاود نذكركم انه شركه ACM عندها عقد شراكه مع مصرف السلام، يعني راكم رايحين تقدروا تشريو بصفه 100% اسلامي. لكن باش نشريو بالتقسيط لازم يكونوا عندكم بعض الاوراق، ما نشرحين نكثروا عليكم بزاف كيما راهم رايحين يكونوا بعض الشروط. انا راح نقول لكم في بدايه كل عدد نقول لكم شنو هما اهم الشروط. الشرط الاول اللي راهو رايح يخص بالنسبه لعقد العمل ديالكم، لازم يكون عندكم عقد عمل سيدي، يعني عقد عمل غير محدد مقتش يخلص لكم، او نقولوا العامل لازم يكون مرسم. ثاني شرط اللي هو يخص السالير، يعني الشهريه ديالكم لازم تكون من 2.5 ملايين، وطلع من 2.5 ملايين راكم رايحين تقدروا تشريو من 10 ملايين حتى 70 مليون، وراهي رايحه تبقى يعني المده تاع الاقتطاع الشهري تاعكم تكون 12 شهر او 24 شهر الى غايه 36 شهر. عندنا ثاني بالنسبه للعمر، العمر ديالكم نتوما ناس بالك هذا بديتوا حياتكم، بديتوا تخدموا وبديتوا بالك وحابين تتزوجوا، ولا العمر ديالكم ما بين 19 سنه و70 سنه. من 19 سنه تقدروا تشريوا بالتقسيط، اسافوار نتوما وسالير ديالكم اللي سبقت وقلت لكم انه يبدا من 2.5 ملايين وطلع حتى 70 سنه. كي نقول 70 سنه يعني حتى نتوما المتقاعدين تقدروا تشريوا بالتقسيط من برنامج ACM تيلي اشا. كاين حاجات لازم نقولها لكم، لازم يكون عندكم ان كونت CCP كيما لازم يكون عندكم كونت، ولا او ماشي لازم يكون، او يكون عندكم في ان كونت في دي بنك واحد اخرين. وعندنا التوصيل راهو رايح يكون مجاني في الجزائر العاصمه وضواحيها. انا نقول لكم عندنا هذه الارقام اللي ظهرت لكم اسفل الشاشه، هذه الارقام تقدروا تعيطوا لها في اي وقت، راكم رايحين تلقاو ناس رايحين يوجهوكم، او زعما حبيتوا درتوا طلب ديالكم ولا عجبكم اي جهاز وانتم ما تقدروش تنتقلوا، يعني ما تقدروش تنقلوا من مكان الى مكان، تقدروا انتم وانتم قاعدين في بيوتكم تعيطوا لهذوك الارقام ومحل يبعثوا لكم ناس اللي متخصصين في البيع من عندهم، راهم رايحين يجوا عندكم ويفهموكم شنو هما الاوراق، وكي توجدوا الاوراق هما يجيو يرفضوا الاوراق من باب بيتكم ويكملوا كامل لي بروسيدور حتى نهار يلحقكم المنتوج اللي طلبتوه انتوما. وراهي رايحه تكون عندكم ضمانات على المنتوج ديالكم، وكاين ثاني ان سيرفيس ابري فوند. على العموم هذه هي اهم الحاجات اللي لازم عليا نذكرها لكم كل صبيحه، لانه كاين ناس كل يوم راهم يلتحقوا بينا، ولا كاين ناس اللي ما فهموش حنا سيو كل يوم نزيدوا نوضحوا لكم اكثر واكثر الصوره. بدون اطاله على بالي بالك راني هدرت بزاف، ماذا بيا دوك هذيك نروحوا نشوفوا وشنو هما الاجهزه اللي جبناهم لكم اليوم.
اليوم أراهم عندنا أجهزة مختلفة نقدروا نحطوهم في الكويزين كما عندنا كليماتيزور وكما عندنا دي ماشين لافي وعندنا تاني أسبيراتور. أنا الآن راني حنبدأ لكم أول جهاز اللي هي هاد لافلانج أو آلة غسل الملابس اللي ترفد لنا 10 كيلو ورطل. هاد آلة غسل الملابس اللي راكم تشوفوها هنايا معنا لا مارك غايلان اللي نقدروا فيها ريغلاج كما سبقت قلت لكم بالنسبة لسعة تاع الماء، بالنسبة كذلك للوقت، بالنسبة كذلك لدرجة الماء شحال راهي رايحة تكون. وهاد لا ماشين لافي اللي راكم تشوفوها هنايا معنا لا مارك غايلان راهو رايح يكون السعر ديالها بالكاش هو 4,256,000. 4,256,000 هو سعر هاد لا ماشين لافي لي لا مارك غايلان. نروحو نبقاو مع لافلينج او ماشين لافي ولا آلة غسل الملابس، لكن نبقاو مع لا مارك غايلان، لكن راهي رايحه تكون بسعه اكبر كما راكم تشوفوها هنايا في الصوره تكون لكم اوضح بكثير، اللي هي ترفد لنا 12 كيلو، لكن لو ريغلاج ديالها راهو رايح يكون بلو اوتوماتيك على الاولانيه بالنسبه للوقت، بالنسبه كما سبقت وقلت لكم على الملابس، نوعيه الملابس تقدروا نتوما تخيروها وراكم رايحين تلقاو فيها لو ريغلاج ونتوما تريغليو على حسب واش راكم حابين. سعر هاد آلة غسل الملابس هو 7,436,000. 7,436,000 هو سعر آلة غسل الملابس لا مارك غايلان اللي ترفد لنا 12 كيلو. الآن نروحوا لدي ميكروند، أنا نشوفوا هنايا دو ميكروند لا مارك غايلان كيف كيف عندنا لي ميم ديمونسيون، لكن الفرق بيناتهم اللي الأول هنا عندنا لو ريغلاج ديالو راهو بهذا الأزرار اللي كيما رانا نشوفوا هنايا بالنسبة للوقت، عندنا هنايا وشنو هما شحال نحبوا نسخنوهم بزاف ولا شويه ولا، وايضا كيما رانا نشوفوه هنايا الداخل، وعندنا اللون ديالو جاي في الابيض. هذا السعر ديالو لو ميكروند هذا هو 3,300,000 هو سعر هذا لو ميكروند كيما راكم تشوفوه هنايا اللون ديالو ابيض لا مارك غايلان. نبقاو مع لي ميكروند لكن نروحوا في الاسود. هذا الاسود اللي راهو هنايا عندنا الازرة تاعو هي في الديجيتال بلس، فيه عندنا هنايا عندنا فيه افيشور اللي فاش يافيشينا حنا سافوار واش رانا لي كليك سوا زعما الاطباق واش رانا رايحين نسخنو ولا ثاني الوقت ولا واش رانا حابين نديرو. هذا سعر هاد لو ميكروند اللي راهو معايا اليوم كيف كيف يبقى نفس السعر هو 3,300,000 هو سعر هاد لو ميكروند لي لا مارك غايلان. الان نروحو لاسبيراتور، اسبيراتور اللي رانا نشوفوه هنايا كيف كيف لا مارك غايلان، لكن هاد لاسبيراتور كبير يعني قد ما يكون كبير قد ما راهو يقدر ياسبيرينا اكثر واكثر. سعر هاد لاسبيراتور اللي لا مارك غايلان هو 2,000,000، 2,000,000 هو سعر هاد لاسبيراتور اللي لا مارك غايلان كيما رانا نشوفوه هنايا في الصوره. نروحو الان لي بيتران، نشوفو هنايا هاد البيتران كيف كيف هنا هاد البرودوي كاملين جبناهم لكم اليوم لا مارك غايلان، بصوف عندنا لاسبيراتور اللي الان رانا رايحين نتكلمو عليهم. هاد لو بيتران اللي رانا نشوفوه هنايا لي لا مارك غايلان كيما رانا نشوفوه هنايا اللي نقدرو نستعملوها في عجب في العجين باغ اكزومبل نديرو بها عجين كسوسوا لي كاتو ولا الخبز ولا واش نحبو، ولا كيما تاني نقدرو نطلعو بها لو بلون دوف ولا نخدمو بها لي كاتو، وعلاش لا لا. هاد البيتران اللي رانا نشوفوها هنايا هو السعر ديالها هو 1,366,000، 1,366,000 هو سعر هاد البيتران لا مارك غايلان. نروحو الان ديمو، عندنا رانا نشوفو هنايا لي ديمو يخصونا باغ اكزومبل دي ديمو مع لي تي ديفيزور ديالنا. رانا جبنا لكم اليوم ديمو ماشي موالفين نجيبوه لكم، لكن قلت لكم حنا كل يوم نجيبو لكم منتوج جديد. ها ديمو لا مارك غايلان اللي السعر ديالو هو 1,288,000، 1,288,000 هو سعر هاد ديمو اللي لا مارك غايلان.
الان لحقنا الكليماتيزور هنا دوكا تيك رانا رايحين نبدلو لا مارك ونروحو لتومسون. عندنا كليماتيزور لا مارك تومسون اللي فيه 12000 بي تي يو. سعر هاد لو كليماتيزور هو 8,948,000. 8,948,000 هو سعر هاد الكليماتيزور لي لا مارك تومسون. بالنسبة لأسعار هاد الأجهزة اللي جبتها لكم اليوم هي راهي بالكاش وذلك عبر موقع vianet.dz. هذا الموقع اللي تقدروا تدخلوا له وتقدروا تشوفوا كذلك هاد الأجهزة ونعرفوا لي كاركتيرستيك تاعهم أكثر وأكثر. والآن نروحوا نشوفوا الأسعار ديالهم بالتقسيط. الآن نروحوا نشوفوا أسعارهم بالتقسيط. ولما نتكلموا على التقسيط يعني أنا حين نتكلموا على www.taqsit.dz ونعرفوا شحال هو رايح يكون الاقتطاع الشهري ديالكم لمدة 36 شهر. لكن قبل ما نبدأ نقول لكم أنه كل هذه الأجهزة الناس اللي راهي خاصتهم هذه الأجهزة ولو سالير ديالهم يبدأ من 2.5 ملايين راكم رايحين تقدروا تشريوها بالتقسيط. وأنا حين نعرفوا الاقتطاع الشهري تحليم على بالي بلي راهو رايح يعجبكم. أول جهاز اللي هو آلة غسل الملابس اللي سبقت وتكلمت عليها قبل قليل لا مارك غايلان وترفد لنا 10 كيلو. الاقتطاع الشهري هو 191,000. 191,000 تقدروا تشوفوا ماشينا لافي لكن ساخصوهم دي ماشينا لافي في الدار لأنه كما نقول ماشينا لافي هي المرة الثانية اللي كامل إحنا ينسان نسحقوها. إذن الاقتطاع الشهري هو 191,000 لمدة 36 شهر. نروحوا تاني لوحدة أكبر منها شوية لكن راهو رايح يكون السعة ديالها هي 12 كيلو لا مارك غايلان. نبقاو كيف كيف في نفس الماركة اللي سبقت انه فيها يعني ريغلاج فيها اكثر واكثر بارابور على الاولى اللي تكلمنا عليها. وتانيت انا نشوفوها هنايا لابورت ديالها كبيرة يعني نشوفوها أكبر بكثير على أول آلة غسل الملابس اللي ترفد لنا 12 كيلو. راهو رايح يكون الاقتطاع الشهري تاعكم هو 321,000. 321,000 لمدة 36 شهر باش تقدروا تشريو هاد آلة غسل الملابس لي لامارك غايلون ترفد لنا 12 كيلو. نروحوا الان للميكرووند. الميكرووند غايلون الاول اللي تكلمنا عليه اللي هو هاد الابيض اللي راهو رايح يكون الاقتطاع الشهري هو 152,000. 152,000 لمدة 36 شهر هو الاقتطاع الشهري باش تقدروا تشريو هاد الميكرووند بلون اللي رانا نشوفوه هنايا لا مارك غايلون. نروحوا للنوار اللي راهو هنايا معنا فيه افيشور فيه الازرار ديالو في الديجيتال كما نشوفوا أكبر بقليل على الأول اللي راهو رايح يكون الاقتطاع الشهري تاعكم هو 152,000. نفس الشيء يعني راهو عندنا هنا الاختلاف في اللون رغم أنه هنايا الأولاني الأزرار تاعو رانا نشوفوهم والتاني راهم رايحين يكونوا ديجيتال إلا أنه السعر تاعو بالنسبة للكاش نفس السعر وكذلك بالنسبة للاقتطاع الشهري للناس اللي يشريوا بالتقسيط راهو رايح يكون نفس الشيء وراهي رايحة تكون 152,000. والان نروحوا هاد لاسبيراتور لا مارك غايلون كيما نشوفوا هنايا لا كولور ديالو هنايا راهي في البري بريسك اورانج اللي راهو رايح يكون الاقتطاع الشهري هو 100,000. 100,000 لمدة 36 شهر هو الاقتطاع الشهري ليكم انتوما باش تقدروا تشريوا هاد لاسبيراتور لي لا مارك غايلون. نروحوا لهاد البيترا اللي كيف كيف لا مارك غايلون اللي كيما نشوفوها هنايا نوار نقدروا كما سبقت وقلنا نقدروا نعجنوا فيها كسوسوا خبز ولا ليغاتو ولا تاني نطلعوا بها البيض ولا اسافوار انتم الوش تسحقوها لانه البيتران عندها عدة استخدامات اللي حنايا اسافوار المرأة واش راهي حابة تستخدمها. راهو رايح يكون الاقتطاع الشهري تاعكم هو 42,000. 42,000 لمدة 36 شهر هو الاقتطاع الشهري باش تقدروا تشريوا هاد البيتران لي لا مارك غايلون. نروحوا الان ديمو. ديمو سبقت وتكلمت لكم عليه لكن نعاود نقول لكم عليه وكما راكم تشوفوه هنايا معايا في الشاشة راهو رايح يكون الاقتطاع
الاقتطاع الشهري تاعكم هو 40,000 لمدة 36 شهر. الناس اللي راهم يحوسوا يشريوا ديمون، الناس اللي راهي خاصتهم ديمون، نقدر نقول لكم انكم تقدروا تشريوها بالتقسيط. لا مارك غايلون كيف كيف غنية عن التعريف، وراه رايح يكون الاقتطاع الشهري 40,000 فقط. نروح الآن إلى آخر جهاز اللي هو كليماتيزر. كليماتيزر بما أنه إحنا رانا أنا خارجين من فصل الصيف ورانا داخلين على فصل الخريف وبعدها فصل الشتاء، احنا كليماتيزور نقدروا نستعملوه في سواء كان في فصل الصيف ونسحقوه باش يبردنا، كيما انا قادرين نستخدموا هاد كليماتيزور في فصل الشتاء اللي تانيس نرقليوه ويولي يطلق لنا الحرارة. يعني احنا راحين نقدروا نستخدموه خلال الفصول مختلفة. راهو رايح يكون الاقتطاع الشهري تاعكم هو 383,000 لمدة 36 شهر. 383,000 باش تقدروا تشريو هذا الكليماتيزور لا مارك تومسون اللي فيه 12,000 بيتيو. بالنسبة للاقتطاعات الشهرية اللي سبقت وقلت لكم عليها، هي الناس اللي تحب تشري بالتقسيط وعبر موقع www.taqsit.dz. وباش نقدروا نشريو بالتقسيط كما سبقت وقلت لكم قبل قليل، فيه عندنا بعض الاوراق كما راهم عندنا بعض الشروط لازم تتوفر عندكم انتوما باش تقدروا تشريوهم وباش نقدروا نعرفوا اكثر واكثر. ماذا بيا نروحوا نشوفوا كامل مع بعض هذا الفيديو. كنا نشوفوا الان مع بعضنا هذا الفيديو اللي سبقت وقلت لكم وشنو هي اهم الشروط، لكن نعاود نقول لكم انه الناس اللي ما يحبوش يتنقلوا من بيوتهم ويروحوا للمحلات ولا ما يقدروش هما يكملوا لي بروسيدور تاع الاوراق واش خصهم باش يقدروا يشريو بالتقسيط، كاين هاد الارقام اللي راهي ظهرت لكم اسفل الشاشه تقدروا تعيطوا لهم وهما راهم رايحين يبعثوا لكم الناس اللي متخصصين اللي يقدروا يفهموكم اكثر واكثر بالنسبه للاوراق، كيما يقدروا هما يرفضوا من عندكم الاوراق ويكملوا لي بروسيدور باش يقدروا يجيبوا لكم لي برودوي ديالكم ويلحقوها لكم الى غايه باب المنزل، وراهي رايحه تكون مجانا. وكما عودناكم مشاهدينا عندنا هاد لي تيليفيزور اللي راهم معايا هنايا في البلاتو لي لا مارك تيليستار اللي هي ايضا شريك لشركه اسيام، جبناه لكم بما انهم راهم فيهم تخفيضات. انا ماذا بيا كل حاجه فيها تخفيضات نجيبها لكم هنايا البلاتو باش نشوفوها مع بعض باش تقدروا تعرفوا اكثر واكثر وشنو هما هاد التخفيضات. اول جهاز راني رايحه نتكلم عليه بالنسبه يخص لي تيليفيزور 32 بوص لا مارك تيليستار. 32 بوص لا مارك تيليستار اللي راهو رايح يكون السعر ديالو بالكاش 2,750,000. سعر تاع تيليفيزور 32 بوص لا مارك تيليستار هو 2,750,000. نبقاو مع 32 بوص لكن في سمارت. سمارت يعني كي نقولوا سمارت نقدروا نكونيكتيو به، نقدروا نشوفوا فيه في اليوتيوب، فيه ديمو انتغري، لا كاليتي ديماج ديالو هي فول اتش دي. السعر ديالو هو 3,355,000. 3,355,000 هو سعر هاد تيليفيزور لي 32 بوص سمارت.
نروح الآن إلى 40 بوس اللي راهو رايح يكون السعر ديالو هو 4 ملايين و510 ألف هو سعر تيليفيزور 40 بوس سمارت ديمو انتغري وكاليتي ديماج ديالو هي فول اتش دي. نروح الآن 43 بوس اللي راهو رايح يكون السعر ديالو هو 5 ملايين و390 ألف 5 ملايين و390 ألف هو سعر تيليفيزور 43 بوس لا مارك تيليستار فول اتش دي فيه ديمو انتغري بزياده الى انه سمارت يعني نقدروا نكونيكتيو به. نروحوا الاكبر منه بقليل اللي رانا نشوفوه هنا ولا تحبوا تشوفوه ثاني في الصوره اللي راهو فيه 50 بوس اللي راهو رايح يكون السعر ديالو هو 8 ملايين و580 ألف 8 ملايين و580 ألف هو سعر تيليفيزور 50 بوس فول اتش دي سمارت فيه ديمو انتغري. نروحو الان 55 بوس لما نلحقوا لي 55 بوس يعني لا كاليتي ديماج ديالو راهي رايحه تكون عاليه وتولي لنا 4K تما 55 بوس كيما رانا نشوفوا هنا ولا كيما تحبوا تشوفوه ثاني في الصوره لا كاليتي ديماج ديالو 4K فيه ديمو انتغري سمارت كيما رانا نشوفوه نقدروا نحطوه في لي سالون كيما نقدروا نحطوه في لي شامبر ديالنا اسافوار نتوما وين راهو خاصكم تيليفيزور اللي السعر ديالو هو 9 ملايين و790 ألف 9 ملايين و790 ألف هو سعر تيليفيزور 55 بوس. نروحوا لواحد اكبر منه ل 65 بوس 65 بوس راهو رايح يكون السعر تاعو 13 مليون و200 ألف 13 مليون و200 ألف هو سعر تيليفيزور 65 بوس عفوا لا كاليتي ديماج ديالو 4K يعني عاليه بكثير سمارت وفيه ديمو انتغري. نروحوا الان الى اول واحد تقلقت باش نحقلو اللي هو 65 بوس 75 بوس لا مارك تيليستار اللي هي شريك لشركه اسيام انا نشوفوه هنايا كبير جدا كما تحبوا تشوفوه هنا في البلاطو ولا تحبوا تشوفوه في الصوره لا كاليتي ديماج ديالو 4K سمارت فيه ديمو انتغري راهو رايح يكون السعر تاعو هو 25 مليون و300 25 مليون و300 هو سعر تيليفيزور 75 بوس. والان كنا نعرفوا الاسعار تاع هاد لي تيليفيزور بالكاش يعني عبر موقع vianet.dz والان نروحوا نشوفوا الاسعار ديالهم بالتقسيط عبر موقع www.taqsit.dz. بالنسبه لاسعار هاد لي تيليفيزور او الاقتطاع الشهري تاعكم شحال راهو رايح يكون اول واحد اللي هو 32 بوس لكن ماشي سمارت 32 بوس ماشي سمارت فيه ديمو انتغري وراهو رايح يكون الاقتطاع الشهري هو 145 ألف لمده 36 شهر 145 ألف لمده 36 شهر نبقاو مع 32 بوس لكن في سمارت بلس ديمو انتغري لا كاليتي ديماج ديالو هي فول اتش دي. الاقتطاع الشهري تاعكم هو 163 ألف 163 ألف لمدة 36 شهر. نروحوا ل 40 بوس أكبر منهم وراهو رايح يكون الاقتطاع الشهري تاعكم هو 221 ألف 221 ألف هذاك وش راح ينقص لكم من شهريتكم كسوا انتم اللي تدوا 2 ملايين ونص ولا 6 ملايين ولا 10 ملايين هذاك هو الاقتطاع الشهري تاعكم بالنسبه لهاد لي تيليفيزور اللي راني نقول لكم عليهم خاصه انه تيليفيزور اللي نتكلموا عليه اللي هو 40 بوس. نروحوا الان ل 50 بوس اكبر منه اللي راهو رايح يكون الاقتطاع الشهري تاعكم هو 260 ألف لمده 36 شهر 260 ألف لمده 36 شهر فيما يخص تيليفيزور 50 بوس لا مارك تيليستار سمارت لا كاليتي ديماج ديالو هي فول اتش دي بلس فيه ديمو انتغري. نروحو الان 55 بوس كيما سبقت قلت لكم لما نلحقو 55 بوس ونطلعو لا كاليتي ديماج ديالهم راهي رايحه تزيد وتولي لنا 4K يعني كاليتي ديماج حتكون عاليه جدا بالاضافه الى انه سمارت فيه ديمو انتغري راهو رايح يكون الاقتطاع الشهري تاعكم هو 462 ألف 462 ألف باش تقدروا تشريو تيليفيزور 55 بوس لا مارك تيليستار. نروحوا لواحد اكبر منه 65 بوس راهو رايح يكون الاقتطاع الشهري هو 628 ألف 628 ألف لمده 36 شهر. والان لحقنا الى
اكبر واحد اللي هو 75 بوس اللي راهو رايح يكون الاقتطاع الشهري تاعكم هو 1,170,000 يخص تيليفيزور 75 بوس لا مارك تيلي ستار لا كاليتي ديماج ديالو 4K ديمو انتغري خاصة انه سمارت. بما يخص هاد فيما يخص هاد لي تيليفيزور هادو هما الاسعار ديالهم بالنسبه للكاش سبقت وقلتهم وكذلك بالنسبه للاقتطاع الشهري تاعكم شحال راهو رايح يكون كذلك بالنسبه للاجهزه اللي جبتها لكم اليوم اللي كنا على العموم ندورو في الغايلان وكذلك كان عندنا كليماتيزور لا مارك تومسون تحبوا تعاودوا تشوفوا اكثر واكثر ولا كو حابين تستعلموا عليهم اكثر واكثر تقدروا تدخلوا للمواقع موقع vianet.dz للناس اللي راهم حابين او راهم يميلوا باش يقدروا يشريوا بالكاش وذلك عبر الموقع اللي قلتهم لكم الان ولا الناس اللي حبوا يشريوا بالتقسيط عبر موقع www.taksit.dz هاد الموقع اللي تقدروا تشريوا به بالتقسيط والان نقدر نقول لكم تقدروا تعيطوا لهاد الارقام اللي ظهرت لكم اسفل الشاشه في اي وقت تكونوا رايحين تلقاو ناس اللي توري لكم اكثر واكثر وتعطي لكم استعلامات حول المنتوجات اللي تقدر توفرها لكم شركه اسيام وكذلك البرنامج اللي انا نطلعوا فيه عليكم كصبيحة. ان شاء الله تكون هذه المنتوجات اللي جبتها لكم اليوم نالت اعجابكم استنونا في الاعداد القادمه راح نجيب لكم بزاف اجهزه اللي راهي رايحه تنال اعجابكم نتمنى لكم ان شاء الله متابعه طيبه لبقيه برامج البلا تي في سلام.